فقد صباح اليوم الاثنين الفنان الفكاهي حسان كركاش والدته بعد تعرضها لوعكة صحية منذ أيام. وعبر الفنان الفكاهي عن ألمه الكبير بفقدان الوالدة الكريمة بمنشور وضعه على حسابه الشخصي فيسبوك مباشرة بعد وفاتها. وطلب كركاش من أصدقائه وأحبابه ومحبيه الدعاء لها بالمغفرة والرحمة، ولاقى منشوره رد فعل مباشر من طرف كل الأشخاص الذين يعرفونه، حيث عبر عدد كبير من زملائه الفنانين والإعلاميين عن مواساتهم لهم ووقوفهم معه في فقدان أغلى الأحباب الوالدة الكريمة رحمها الله.